الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في محافظة نينوى بوفد حكومي ونيابي كبير لتفقد الحادث المؤسف الذي حدث في الليلة الماضية في قضاء الحمدانية. حقيقة قاعة لا توجد بها مواصفات السلامة والأمان بسبب وجود ألعاب نارية. تم احتراق السقف بشكل سريع وانهيار سقف البناية على الموجودين داخل القاعة. الآن في مديرية الصحة آخر إحصائية 93 شهيد وأكثر من 100 جريح. قسم من الجرحى نقلوا إلى محافظة توك تقريبا 21 جريح، وقسم من المصابين نقلوا إلى محافظة أربيل، وحاليا احنا في مستشفى الحروق. قسم من الإصابات أيضا تقريبا 9 حالات حالتهم خطرة، وأيضا وزارة الصحة يبذلون جهود كبيرة في علاجهم وإسعافاتهم بدرجة يعني نقدر نقول فوق طاقتهم الاستيعابية، لكن الحمد لله أكو سيطرة من قبل مدير الصحة نينوى. جميع التعزيزات وصلت من بغداد من الأدوية والمستلزمات الطبية والصحية، وحاليا الوضع مسيطر عليه في داخل المستشفى بالكامل. شكلنا لجنة تحقيقية لتحديد ملابسات الحادث والمقصرين، وراح ينالون جزائهم العادل. لجنة مركزية ومشتركة من قبل الاستخبارات والدفاع المدني والشرطة، وراح تكمل إجراءاتها بأسرع ما